هذا الفيديو عن كيفية إعداد منصة MetaTrader 4 للمرة الأولى. تقدم منصة MT4 مجموعة حديثة من أدوات التداول وأداء متطور وتصوير مرئي، بالإضافة إلى التحليل الفني التي صممت لتلبي احتياجاتك الخاصة. برنامج MT4 التابع لشركة Equity يرجى الضغط على الرابط الموجود في رسالة الترحيب المرسلة إليك على بريدك الإلكتروني. بعد الانتهاء من التحميل قم بتشغيل البرنامج ومن ثم زر التالي. اختر خادم Equity ثم اضغط على زر التالي. ستتلقى بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك في بريدك الإلكتروني. قم بإدخال هذه المعلومات في الحقول المناسبة واختر حفظ كلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول بشكل أسرع في المرة القادمة. في نافذة ماركت ووتش الموجودة على يسار الصفحة ستتمكن من الحصول على أسعار السوق الحقيقية. قم بتعديل هذه القائمة بالأدوات التي تحتاجها. من خلال النقر بالزر الأيمن للفأرة ستتمكن من معرفة خصائص الأدوات بما فيها حجم العقد وقيمة النقطة ومتطلبات الهامش. قم بالسحب وإفلات للأدوات المالية التي ترغب بعرضها بشكل بياني. قم بإضافة الجداول الزمنية لمشاهدة الرسوم البيانية التي اخترتها وحد الشموع اليابانية والرسوم البيانية الخطية والشريطية على أساس تفضيلاتك. انقر على زر الإدخال واختر من بين أكثر من 50 مؤشر فني لإضافتها للرسم البياني الخاص بك، ويمكنك إضافة خطوط الاتجاه أيضا. لإبرام الصفقة ما عليك إلى النقر المزدوج على الرمز وتحديد نوع الأمر. بإمكانك أيضا التداول مباشرة عبر الرسم البياني بنقرة واحدة. ستجد في أسفل الشاشة نافذة الأدوات التي تحمل الكثير من المعلومات الهامة والمفيدة. نافذة التداول الرئيسية تعرض لك بيانات صفقتك. ستجد علامات تبويب أخرى كإكسبوجر وهيستري، حيث ستتمكن من سحب بيانات تاريخ حسابك لفترة زمنية محددة. تذكر أن تتحقق من بريدك الإلكتروني لاستلام أخبار عاجلة عن السوق وإعلانات أخرى مفيدة من قبل إكويتي.